كمان الكلام على مرفوعات الابتداء بالأصالة وعلى ذكر نواسخ أثر الابتداء، شرع يتكلم على مرفوعات الابتداء على المرفوعات بالتبعية. فذكر التوابع، وبدأ بالنعت، قال باب النعت. والنعت في الوضع اللغوي الوصف، نعته ونحو وصفه. وفي الحديث أنه كان منعوثا في كتب بني إسرائيل. ويقول الراجز: أنعتها إني من نعاتها، كوم الذرى وادقة سراتها، مدارة الأخفاف مجمراتها، غلب الذفاري وعفرنياتها. أنعتها يصف هذه الإبل، إني من نعاتها، خبير به. والنعت في اصطلاح النحويين هو التابع المتم متبوعه بذكر صفته أو صفة متعلقه. بذكر صفته، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو صفة متعلقه: جاء زيد الكريم أبوه. نعم، ابني اسمه زيد. قال النعت: قد قال ذو الألباب، أي العلماء، لذلك لا يأتي ذو الألباب أي العقول، ومن أهل العقول العلماء. قال ذو الألباب: يتبع للمنعوت في الإعراب، في رفعه وفي نصبه وفي خفضه، ولا يكون النعت في الفعل، هذا ما أقول في جزمه، لأن النعت خاص بالأسماء. نعم، الفعل لا ينعت. كذاك في التعريف، كذاك يتبعه في التعريف والتنكيل. يتبعه في الإعراب هذا غير مشكل، لأنك تقدم لك أن تعلمت الإعراب وعلاماته وذكر ألقابه، ولكن المشكل أن يقول يتبعه في التعريف والتنكير وهو لم يسبق له أن تكلم على التعريف ولا على التنكير. فمثل قال: جاء زيد صاحب الأمير، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، وصاحب الأمير نعته. يتبعه في الإعراب في التعريف: اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم نعت الصراط وهو معرفة، لأن الصراط معرفة، وهو منصوب لأن الصراط معرفة. ويتبعه في التنكير: قال هذا صراط علي مستقيم، مستقيم نعت الصراط وهو نكرة، لأن الصراط النكرة، وهو مرفوع لأن الصراط مرفوع. ويهديك صراطا مستقيما، منصوب لأن صراطا منصوب، وهو نكرة لأن صراطا منصوب. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط لا صراط مستقيم، تقيم نكرة لأن صراطا نكرة، ومجرور لأن صراطا. وبعدك بذكر التعريف والتنكير خشية أن تلومه، قال: كيف تصحوا في التعليم والتنكير وأنت لم تذكروا لي التعليم والتنكير؟ قال: وأعلم هديت الرشد. وهذا فيه تلميح، لأنه لم يذكر لك هديت الرشد. هداك الله إلى ما في رشدك، وأرشدك إلى معرفة التعليم والتنكير هديت الرشد. أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، عند علماء الكوفية، وأما البصريون فيعدونها سبعة. وهي الضمير، وعبر
باصطلاح البصريين خرج عن مألوفه واصطلاح الكويين، لأن الضمير هذا اللقب أذكره الناس من اصطلاح الكوفيين. الكوفيين يقولون الكناية والمكني، وهذه إذا سمعها الشخص بالبدهية يظن اصطلاح البلاغيين. عبر باصطلاح البصريين إنه أذكره الناس، قالوا هذا الضمير. والضمير هو الاسم الذي تواضعته العرب للدلالة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. متكلم أنا أعطيك به قبل أن تقوم المقام، المخاطب نكر أنت يوسف، المخاطبة إنك كنت من الخاطئين. الغائب هو الغائبة هي إلى حياتنا الدنيا موتونا. هي التي راودتني. قال هي راودتني. نعم. أي الضمير ثم الاسم العالم هما وضع لمسمى وضعا يعينه بمجرد الوضعية بالغالبة. محمد وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة وضع لرسول الله. وذو الأداة محلى بالرجل، أتقول لهذا الرجل. ثم الاسم المبهم والإشار هذا الذي بعث الله ورسول، ذلك الذي نطمني فيه، تلك الدار الآخرة، تلك القراءة. وما إلى أحد هذه الأربعة. الخامس وما أضيف إلى واحد من هذه، ما أضيف إلى الضمير. كتابي قلم بني، ما أضيف إلى العلم بن زيد كتاب زيد، ما أضيف إلى ذي الأداة من الرجل، ما أضيف إلى سنوها بن ذا أو بن تلك. ففقه المثال واتبعه، قس عليه وأنا متكلم، وقس عليه نحن الجماعة، والمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتم، والغائب هو هي هما هم. نعم. وأنا وهند العدم، قس عليه محمد مكة مدينة، محلى بالغلام الرجل الكتاب الفرس الدار. ذاك تلك أولئك ذلك ورهانا المرض لبنة إيهاتين. وبني ما أضيف إلى واحد منها، بني بن زيد بن الرجل بن ذاك. عمنا شملنا إنعام فضل من الله تعالى. وإن ترسما شائعا في جنسه، ولم يعين واحد من في جملة تفسيرية معطوها تفسيرية لا يختص به واحد من آخر، يعني أن نكرت لقب للاسم الشائع في جنسه الذي لا يختص به واحد دون آخر، كرجل قالوا لكل ذكر كبير من الثقلين لو كان رجال من النساء يعوذون برجال من النساء. فهو المنكر ومهما تريد، فهو المنكر ومهما تريد في أي وقت، واستعمل مهما
ظرفا، وهذا استعمال قليل، قال في ابن مالك: وقدست مهما وما ظرفين في شواهد من يعتضد بها. في أي مكان أي وقت أردت تعريفه وتقريب تعريفه لفهم المبتدئ الذي لم يقرأ بعد، فعرف له تعريفا ماديا بسيطا يفهمه من أول وهلة. كل ما لألف واللام يصلح، كل ما يصلح لدخول الألف واللام هو نكرة. ثم مثل قال: كالفرس يرغى، فرس يرغى لام لا يصلحان لدخول الألف واللام، لأنه ما قد دخلت عليهم الألف واللام. كان حقا يقول لك فرسين وغلام، ولكن لا عتب عليه لأنه تبع أصله. فهو ناظم والنظم ضيق، وابن عاج الروم ناثر وقال كالفرس يرغى لام. هو تابع للمبتدئ. ثم قال: باب العطف. الثاني من التوابع هو العطف، والعطف لغة الثاني، والمراد به هنا عطف النسق، وهو العطف بأحرف المتبعة. قال: هذا يعرف هذا الحق، وهذا اقتضى. وإن العطف الذي هو تابع من التوابع أيضا، وأنا رجوعا إلى ذكر التوابع، تابع أبيسه أي واحد التوابع، وهو التابع بالحروف، حروفه عشرة: يا سامع، يا من يسمع. الواو هي لمطلق التشريك، لا تفيد ترتيبا خلاف الكوفي، والكافية وبعض وهي الكوفي الترتيبة عزالها ولم يكن مصيب. والذي عزالها ترتيب استدل بقرد على إله نقف في أصل وجوهكم وأيديكم من ملاعبكم سحب رأسكم وجلكم الكامل. الواو وهي تعطف اللاحقة على السابق، جاء فرعون ومن قبله، والسابقة السابقة على اللاحق، واللاحقة على السابق هنا إلى إبراهيم وإسماعيل إسحاق ويعقوب، والمصاحب أنجناه وأصحاب السفينة. والفاء وهي للتعقيب دون المهلة، أماته فأقبره. والغالب أن يكون المعطوف بها مفصلا لمجمل قبله، أو مسببا عن سبب قبله. قال ابن مالك: وأكثر العطف بها على سبب أو مجمل تفصيلا إثر الفكت السبب، وكذا هو مسافة قضاء عليه. منهم مقتصد ومنه سابق محاولات، منهم من يشاء على أرضه ومن يشاء على شيء. ثم أو الواو والفاء ثم وثم ثم وهي للمهلة تعقيب مع المهلة، ترتيب والتراخي، اجتمعت مع الوافق مع الفاء في قوله تعالى: أماته فأقبره ثم إذا شاء الشر. أو وهي إما أن تكون بعد الطلب أو بعد الخبر، إن كانت بعد الطلب فهي للتأخير أو للإباحة، تزوج فلانة أو أختها هذا تأخير لا يمكن فيه جمع، أو الإباحة جالس العلماء أو الصحة جالس الحسن أو ابن السيدي. وإذا كانت بعد الخبر فهي للتقسيم كلمة صم أو فعل أو حرف، وللشك وللإبهام وللإضراب كقوله تعالى: إنا أو إياكم لعلى هدى أو يضلل. الإبهام والإضراب أصلناه إلى 100,000 أو يزيد. كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولا. إما والمراد بها إما الثانية، هنا قولك تزوج
إما هذه وإما هذه. نعم. وهي مثل أو، إذا كانت بعد الطلب هي للتخيير أو للإباحة، وإذا كانت بعد الخبر هي للتقسيم. إما وبل. واختلف فيها، فقيل هي العاطفة، وقيل العطف بالواو وهي للتفصيل فقط. إما فيها يقول المالك من الكافية ومثل أو معنى وحكما إما تالية الواو أو عزل حكما للواو ذا أبو علي الرجح هكذا ابن قيسان إليه جناح. وبل وهي للإضراب، إذا كانت بعد النفي بعد الطلب فهي لتقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها، ما جاء زيد بل عمر. وإذا كانت بعد الخبر فهي لقصر الحكم على ما بعدها ويصير ما قبلها كالمسكوت عنه، جاء زيد بل عمر. أنا لم أعد متكلما على زيد، وإنما أصب وجهة كلامي إلى عمر، يعني الذي أحدثك عنه هو عمر وما زيد فلا أحدثك عنه. لكن وهي لا تعطيه إلا إذا كانت بعد نفي أو نهي. نعم. وهي لتقرير الحكم لما قبلها وجعل ضده لما بعدها. نعم. وحتى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وحتى وقيل هنا العاطف الواو. نعم. لأنه لا يجمع بين أداة عطف. وحتى وهي للغاية. ولا تكون إلا في علو أو سفل. وأنا كنت غلط شدتك بيتا في النواصب في غير موضعه. ومثلت لك أمثلة في غير موضعها. هي تكون للغاية في علو أو في سهل إذا كانت عاطفة، جاء الحجاج وحتى المشاة، استنت الفصيان وحتى القرعة. واجتمع ذلك في قول الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنينا لأصاغر. لا وهي لعطف المغاير، ولا تعطف إلا بعد النداء يا زيد لا عمر، أو بعد الأمر أكرم زيد لا عمر. واختلف فيها بعد الخبر، فجاز الجمهور العطف بها ومنعه بعضهم، وإليه أشار ابن مالك في الكافي بقوله قال الكافي: وخاله الذي أبى عطفا بلا في نحو قام جعفر لابن العلاء. ورد على ابن السراج. وأم من المتبعات لفظا ومعنى أم، وهي لطلب التعيين، وهي نوعان: متصلة ومنقطعة. المتصلة هي الواقعة بعد همزة التسوية وما يقوم مقامها، أو الواقعة بعد همزة الاستفهام المغنية عن أي في طلب التعيين،
الواقعة بعد همزة التسوية نحو صلاة عليهم وأنذرتهم صلاة علينا أجزيهنا أم صلارهم، أو بعدما يقوم مقام التسوية نحو لا أبالي كقول حسان الهات ما أبالي أنب بالحزن تيسون أم لحاني بظهر غيب الليل، أو الواقعة بعد همزة استفهام نحو ندري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي ندري أقريب أم بعيد ما توعدون. فجر التنل والمنقطعة هي التي لم تتقدمها إحدى الهمزتين واجتمع منها في سورة الطول 15 كلمة، أم يقولون شاعر نتربصوا به ريب المنون والتربصوا إني معكم من المتربص، أم تامرهم وأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون به فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب هم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله. هذه أم لما سمعها جبير بن مطعم وكان قد وفد في فداء الأسرى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب وصوته خارج من المسجد، فلما بلغ قوله أم قال كاد قلبي ينفطر، فدخلت بشاشة الإيمان في قلبي وأسلم. جبير بن مطعم جبير بن المطعم وأم فجه التنل لا وأم فجه التنل اجتهد تنل يشير إلى قولهم لا ينال العلم راحة الجسم وإلى قولهم من جد وجد وجد جاء زيد ومحمد وقد ومثل فقال كجاء زيد ومحمد هذا متبع وقد سقيت في حالة الرفع وقد سقيت عمرا وسعيدا متبعت حالة النص من ذمد من ماء قليل وقول خالد وعامر سدد أتبعت في الجر، يمكن أن يكون هذا مثالا عابرا ويمكن أن يكون أشار به إلى قصة وقعت لخالد بن الوليد وعامر بن الجراح بن عبد الله بن الجراح أبي عبيدة أمين هاي لهم. كان خالد بن الوليد يتجشم المهالك بنفسه ويقحم الناس معه بقتال العدد الكثير من الهرس ومن الروم ومن العرب المرتدين، وكان عمر يخاف على بيضة الإسلام لأن وقهاء الصحابة خرجوا كلهم للجهاد معه، وكان يأمر الصديق أن يعزله فيقول الصديق لا أغمد سيفا سله الله ورسوله، فلما تولى الفاروق الخلافة عزله وولى أبا عبيدة مكانه، فجاءه كتاب العزل وقد تهيئوا للقتال، فلما أخبر خالد أبا عبيدة قال له اكتم ولا تهت في أعضاد الناس حتى نظهر على عدونا، فإذا منحنا الله أكتافهم فأعلن كتاب أمير المؤمنين. فخالد لا يرى المزية في كونه أميرا وكذا، إنما هو مجاهد فقط لا يحب الرياسة، واستسلم لأوامر أمير المؤمنين مباشرة، وعامر يعلم أن خالدا أدرى بإدارة الحروب منه. قول خالد وعامر السد ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشيد، يعني أن عطف النسق لا يختص به الاسم عن الفعل ليس كالنعت، فالفعل يعطف على الفعل. ومثل
فقال من يتوب ويستقي يلقى الرشد. وأصلح بهذا المثال مثال ابن أجرم، حيث قال ابن أجرم نحو زيد لم يقوم ولم يقعد، لما يقعد ليست مجزومة بالعاطف إنما جزمت بلم، كان حقا يقول نحو زيد لم يقوم ويقعد. وربما يمكن أشار بهذا إلى الآية التي كنت نزعت بها قبل، وهي قول إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يسألكم ما يحييكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذه هي ثمانية أفعال، أربعة أفعال مجزومة بالأصالة وأربعة مجزومة بالتبعية، تؤمنوا بالأصالة وتتقوا بالتبعية، يؤتكم أجوركم بالأصالة ولا يسألكم بالتبعية، إن يسألكم بالأصالة فيحفكم بالتبعية، تبخلوا بالأصالة ويخرج أضغانكم بالتبعية. باب التوكيد. ثم قال باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض الفاعل فيه. التوكيد والتأكيد لغتان تامتان، قالوا وكد وأكد، يوكد ويؤكد توكيدا وتأكيدا. وما كان كامل التصريف يسمى ذا لغتين، وليس فيه أصل على فرع. قال ابن مالك في الكافية وما بوجهيه له الصرف كمل، ذا لغتين يجعله بلغة الأمل، كالجذب والجبذ ولوث ولثاء واللوت والولت، كالجذب والجذب و ولوث ولثاء واللوت والولت و هرك اللوت والولت وعوذ ولوث ولثاء والجذب والجبذ ولوث ولثاء. التوكيد والتأكيد. نعم. والتوكيد في اصطلاح النحويين هو التابع الذي يعتضد به حمل الكلام على ظاهره، قال الكافية التابع الذي الظهور يعتضد به هو التوكيد، فاحفظ ما يلي. ويتبع المؤكد التأكيد في رافعين وناصبين ثم خافضين فعرف. ولم يذكر الجزم لأن التوكيد المعنوي خاص بالاسماء. نعم. التوكيد نوعان، تأكيد معنوي وخاص بالاسماء، التوكيد اللفظي يكون في الجملة وفي الحرف وفي الفعل. كذلك في التعريف فقفوا الأثرات. كذلك في التعريف ولم يقل في التنكير، وخرج عن مألوفه، خرج عن مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأن البصريين لا يجزون توكيد النكرة وجازه الكوفيون. وهذه ألفاظه كما ترى، وهذه ألفاظه كما ترى كما تشاهد بالعين الخلق. النفس والعين وكل، وهي نوعان، ما يقصد به التقرير المضارع للتكرير، وما يقصد به الشمول. اللي يقصد به التقرير المضارع للتكرير العين والنفس والعين، وجاء زيد نفسه كمثل ما قلت، ما لو قلت جاء زيد زيد، جاء زيد عينه كما لو قلت جاء زيد زيد، جاء زيد نفسه عينه أو نفسه فقط، عينه فقط لا تقول عينه ونفسه. جاء زيد نفسه يصو كنفس ك هذه الفاظ كما ترى نفسه والعين وكل، سيد الملائكة كلهم أجمع وأجمع، وما ليجمع لديهم أتباع من أكتع وأفصع وأفتع، قل يا جيش كله أجمع أكتع وأفصع وأفتع. وما لي أجمع لديهم يتبعوا، أي توابع أجمع، وهي أكتعوا وأفصعوا وأفتع. كجاء زيد نفسه يصول، كجاء زيد نفسه يصول، هذا مثال
لما قصد به التقرير مبالغة، وهو تابع في الرفع لازم نفسه يصل ويهاجم. وإن قومي كلهم ما أقصد به الشمول وتبع بحالة النصب، قومي كلهم عدول. ومر ذا بقومي أجمعين ما أقصد به الشمول وتبع بحالة جر، فاحفظ مثالا حسنا مبينا، حسنا لأنه لم يتكرر فيه المثال صيغة الرفع بصيغة مستقلة، صيغة النصب بصيغة مستقلة، صيغة الخفض بصيغة مستقلة. مبينا لأنه أتى بواحد من النوعين الذين يقصد بهم التقرير، وأتى باثنين من الأنواع التي يقصد به الشمول. نعم. باب البدل. الأخير من التوابع البدل، والبدل في لغة العوض صار ابن أن يبدل آخر منه، صار ابن فنطلق أكون أن يبدل أزواج خير. والبدل في السلاح النحويين هو التابع المقصود بالحكم المنسوب لما قبله بلا واسطة حرف متبع. نعم. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل. إذا اسم نبدل، إذا أبدل اسم من اسم ينحل إعرابه، يعطى إعرابه من رافع ونصب وخفض. والبدل لا يختص به الاسم بل يكون في الفعل، والفعل يبدل. يقال الفعل أيضا يبدل. نعم. أقسامه أربعة، فإن تريد أقسامه أي أنواع البدل الشائعة أربعة. نعم. فإن تريد إحصائها وهي تصل إلى ستة أقسام. فإن تريد إحصائها أي عدها عد استقصاء، اسمع لقوله تستوي. فبدل الشيء، بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل كل من الكل. المصريون يقولون بدل الكل من الكل، الكوفيون يقولون بدل الشيء من الشيء، وسمع ابن مالك بدل المطابقة لأنه يكون في أسماء الله تعالى. بدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوه كذا سرور بهجة، جاء في المض زيد فعل وأخوك بدل الشيء من الشيء، بدل الكل من الكل. ومثالهم القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جاز لنا أخوك لا سرور بهجة حالا. أين البدل في أخوك قيم صراط صراط نعم صراط نعم. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه، بدل رغيفا أعطي الثمن. من اعتدى على صاحب فرن وأخذ خبزة منه وأكل نصفها ألزمه قيمتها كاملة، أعطي الثمن. قم الليلة إلا قليلا نصفه نصفه أقل. وكذلك يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل من الناس. بدل الاشتمال، بدل الاشتمال نحو راقني، نحو راقني محمد، عجبني محمد صلى الله عليه وسلم جماله شاقا. قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقت، النار بدل الأخدود. سنقول لك عن الشيء الحرام قتالي فيه، قتالي فيه بدل الشيء الحرام. اشتمال نحو راقني محمد جماله شاقا عجبني. وبدل الغلط لا يمكن أن يمثل له في القرآن أن لا تعلق، لا يضل ربي ولا ينسى. ولا يمكن أن يكون في الحديث ما ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يكون في الشعر لأنه لا يكون إلا عن روي، ويكون الكلام النثري المقصود. زيد حمارا فرسا يبغي الله، نحو قد ركب زيد حمارا فرسا، هذا إصلاح لبت بن أجرم. بن أجرم قال رأيت رجلين الفرس
رجل الفرس لا يشتبهان حتى. قد ركب زيد حمارة فرس وأراد أن يقول فرسان ولكن التفت لسانه غلطا لأنه رأى شخصا راكبا على حمار فقال حمارا ثم راجع الصواب فقال فرسا يبغي الله. جزاكم الله خير.